شاء الله الاختيار سديتنا اللي اعجبكم وتبعوني. ما صدق ان اقول له خلاص وقال لي خلاص ووداني، لمحت عليا اني هبيع وقبل ما بيع كان باني. اول كليب اخترت لكم اليوم هو كليب فضل شاكر ويارا. هذا الكليب كيعجبني بزاف لانه ديو ما بين فضل شاكر ويارا، طبعا صوتين كثير بحب قريبين على قلبي، واجمالا انا بحب الديالوج او الديو لانه بيكون في حوار ما بين المطرب والمطربه وبيفوت دغري على قلوبنا. ان شاء الله يعجبكم وليتس جو. اخذني معك بالجو الحلو، خليني معك اسرح يا حلو. صوت الدلال لفيني مش بدك غرام ليل الغرام. من عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي، انغبت رح بشقى رح بشقى. الكليب اللي راح نشوفه هلا هو كليب الفنانة إليسا بتمون. هذا العمل فعلا عمل رائع، بداية من الكلام واللحن والتصوير وأداء كذلك، بيعجبني وبعتبرها أكثر أغنية وصلت لهدى سعد في خلال السنة. إن شاء الله يعجبكم، يلا نشوفه مع بعض. بتمون عاد أحكي أنا بتمون، بتمون عاد دمع وإلك بتمون، بتمون بيحبك يا ويلي من قلبك مغرور، قلبك يا حلو مغرور. بتمون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي، غبت رح بشقى رح بشقى، عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى ما بيلقى. الآن غادي نشوفه مع بعض كليب السلطان طرب جورج وسوف. انا بيعجبني كثير هذا الكليب لانه ماخوذ عن حفله من حفلات جورج وسوف الكبيره، حبيت فيه تفاعل الجمهور وحبهم الكبير لسلطان طرب، والاغنيه بعنوان صبر غرادي. يلا نشوفها مع بعض. صبر حنيني ونعري مهما حنيني ونعري، صبر وراضي عني نسيني وروحي، عني نسيني وروحي، صبر وراضي مهما حنيني ونعري مهما حنيني ونعري. يا مهما غاب عني حبيبي برضو حبيبي، عشان حبيبي يهون الليالي شوي ولهيبي، والله حبيبي مهما جرالي مهما جرالي. الجو برد كتير، شو رأيكم نقلب الطقس ونروح نصيف مع عمرو دياب في كليب نقول ايه؟ انا كتير بحب هذا الكليب لانه فيه مناظر رائعة جدا وتصور في لوكيشن كتير حلو، واكيد الصورة حلوة والدانس كانت الكوريغرافي كانت كتير حلوة كذلك. يلا نشوف كليب عمرو دياب. نقول ايه خلاص انا وانت حبيبي، مفيش حاجة نقولها، واصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها، دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها.
آخر كليب لهالحلقة هو كليب هدى سعد أغنيتي مصدق، صورتها مع المخرج فادي حداد، وكتير حبيت الكليب لأنه تصور بلبنان بعدة مناطق طبيعية. إجمالا أنا بحب الطبيعة، وإن شاء الله يعجبكم اختياري، ونخلينا مع هدى سعد مصدق. للأسف الوقت مرق بسرعة والحلقة خلصت. أتمنى أنه اختياراتي تكون عجبتكم، وإذا بدكم تعرفوا كل شيء عن هدى سعد تابعوني على روتانا. باي باي.